يسعد مساكم مشاهدينا بيوم كروي جديد. الليلة في ملعب لوسيل سيحاول ليونيل ميسي قيادة الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم للمرة الثانية في 8 سنوات، وهذه المرة ضد كرواتيا، وصيف نسخة 2018. ميسي الذي تأهل مع فريقه إلى نهائي 2014 وخسر أمام ألمانيا سيواجه الليلة لوكا مودريتش الذي تأهل مع فريقه أيضا إلى نهائي 2018 وخسر أمام فرنسا. ميسي سيحاول محاكاة مارادونا وإنهاء مسيرته الأسطورية التي ستفوق بأشواط ما فعله دييغو لو ربح كأس العالم. أما مودريتش فسيحاول إنهاء مسيرته وهو ابن 37 بلقب لن يمحى من تاريخ بلاده الصغيرة. للحديث عن هذا الموضوع معي في الاستوديو الكابتن عباس عطوي، كابتن منتخب لبنان سابقا والنجم وأكثر من نادي. كابتن عباس أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. ومعي أيضا الإعلامي والمعلق الزميل محمود طرحين الغني عن التعريف، صاحب الحنجرة الذهبية في لبنان. كابتن محمود أهلا وسهلا. وأيضا معي من القاهرة وأبدأ به رئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية والإعلامي والمعلق أشرف محمود. كابتن أشرف مساء الخير، وسيكون معي أيضا بعد قليل من الدوحة الزميل إبراهيم وهبي. كابتن أشرف مساء الخير، أبدأ معك. الليلة سيحاول ميسي الوصول إلى نهائي كأس العالم للمرة الثانية ب8 سنين. أول شيء، شو تعليقك على مباراة اليوم؟ ماذا تتوقع أن نرى؟ وكيف ترى هذا المونديال الذي يبدو أنه حتى الآن لم ينتج كما اعتدنا في كؤوس العالم نجوما بارزين، فبقي حتى الآن مطبوع على ما يبدو بأسماء نعرفها لامعة مثل ليونيل ميسي ولوكا مودريتش؟ تحياتي لك حسن، وتحياتي للكابتن عباس عطوي ولصديقي العزيز محمود طرحيني والإبراهيم وهبي وكل أحبابنا في لبنان الجميل الغالي العزيز. سعيد بالأكون معكم مشارك في هذا البرنامج الجميل هنا بيروت. والمونديال عندكم بصراحة له مذاق آخر، بتابع كل حلقاتك من ساعة بداية المونديال. المونديال ده طبعا له خصوصية عندنا كعرب باعتباره بيقام في منطقتنا العربية وفي ضيافة دولة عربية شقيقة هي قطر التي أعلن أميرها أن هذا المونديال هو مونديال العرب، وبالتالي له خصوصية خاصة، يعني مونديال بتاعنا زي ما بنقول. يعني أنا متعاطف مع ميسي، لكن بصراحة شديدة متعاطف أكتر مع المغرب، وشايف إن إحنا ممكن المغرب تمشي قدما أكتر بكتير وتوصل فاينل. ليه ما نحلمش إن إحنا ناخد البطولة؟ بتتكلم على مودريتش 37 سنة وبتتكلم على ميسي، الاثنين دول أنا وجهة نظري الشخصية طبعا قدموا للكرة مستوى رائع جدا، أكدوا إن الموهبة ممكن بالإصرار والعمل والعزيمة توصل لأبعد مدى. لكن اعتقد ان العالم كله متعاطف مع ميسي على امل ان ينهي مسيرته الكرويه ببطوله. هو حقق كل البطولات اللي في التاريخ، كل البطولات الانديه، بطولات العالم، بطولات كوبا امريكا خدها، فاضل له بس كاس العالم عشان يعادل مع الاسطوره الارجنتينيه الكبيره مارادونا. ربما تسير الامور حسب ما يتمنى ويشتهي ميسي، خصوصا بعد الاخفاق في المباراه الاولى امام المملكه العربيه السعوديه، لكن الفريق يسير بخطى منتظمة وبمهارة ميسي نجح أنه يعني يقود المباراة الفريق من مباراة لمباراة إلى أن وصل إلى بر الأمان اللي هو نصف النهائي. نصف النهائي ما فيهوش كلام، إما تلعب على الفاينل واللقب وإما تلعب على الثالث والرابع. والثالث والرابع وجهة نظري مباراة شرفية بلاش طبعا. أي قيمة يعني عادية جدا، أنت ضمن الأربعة الكبار نعم، لكن تبقى دائما وأبدا اللقب والمباراة النهائية هي فقط التي يعزى عليها. أعتقد أن مودريتش وفريقه وحارس مرماه ومدربه ليسوا بالخصم الهين، ليسوا بالخصم السهل. هم كما فعلوا في 2018 في روسيا يسيرون أيضا الهوينة من محطة لمحطة، من مباراة لمباراة لغاية ما يوصلوا للمباراة النهائية. شفت حضرتك في دور ال 16 ودور الثمانية لعبوا وقت إضافي ولعبوا ركلات ترجيح ومع ذلك نجحوا كما حال السابق بتاعهم في روسيا. بعتقد مش سهل انه الارجنتين تفكر في النهائي قبل ان تتخطى عقبه كرواتيا، وكرواتيا لما لا تحلم ايضا، كانت وصيف البطوله الماضيه، فلما لا تفوز بهذه البطوله. طيب كابتن اشرف، هون بدي اسالك سؤال، هل توافق انه مرحله النجوميه على طريقه ميسي ولوكا مودريتش، يعني النجوميه الممتعه المهاريه الفنيه تكاد تنتهي معهم
على اعتبار أنه كرة القدم اليوم عم تصير أكثر وأكثر بدنية ولياقة وسرعة وخطط وتكتيك أكثر من مساحة المهارة الموجودة، بدليل أننا لا نرى اليوم مهارات فردية؟ وطبعا السؤال سأطرحه على عباس وكابتن محمود بعد جوابك، أنه كرة القدم ستقفل ستطوي إذا صح التعبير مع ميسي ومودريتش صفحة المهارات حتى إشعار آخر، شو رأيك؟ كلام مظبوط بالفعل، ويمكن البطولة دي ملهاش نجم، يعني ما فيش نجم جديد. يعني يمكن أنا مثلا بتذكر وحضرتك هتذكر أنت والكباتن سكيلاتشي لما كان البديل الأمثل في إيطاليا 90 وقاد منتخب بلاده ل يعني منصة تتويج. أنا بتكلم على مارادونا 86، على باولون زيدورو 82، على بورتشاجا، على باتستوت، أسماء 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 مرت. لكن للأسف الشديد هذه بطولة الفريق، بطولة الفريق الجماعي، بمعنى كرواتيا فريق جماعي بقيادة مودريتش، المغرب بقيادة مثلا الركراكي، ما تقدرش تقول اسم معين من ضمن التشكيلة المغربية الموجودة. لكن بنتكلم حتى الأرجنتين ما فيش غير ميسي، يعني مين مع ميسي؟ دي ماريا واثنين ثلاثة كمان. لكن في زمان كنت بتلاقي نجوم وتقول دي بطولة فلان، يعني بطولة 86 لازم تقول مارادونا، 70 تقول بيليه وهلم جرة. للأسف الشديد البطولة المرة دي زي ما قلت لك ما فيهاش نجم واحد، وأعتقد أن المهارة بدأت تنزوي ويقل دورها في مقابل القوة البدنية والعمل الجماعي والفريق اللي هو قادر يوصل للمباراة النهائية بقدرات لاعبين ولياقتهم البدنية بأداء. يعني تقدر تقول لاعب عنده لياقة بدنية 100% وعنده مهارة 70% هو ده اللي هيكون موجود على الساحة الكروية العالمية. إنما لاعب عنده مهارة 100% ولياقة بدنية 50% منتوج وكله هيبقى 60% إجمالي، فمش هيدي للفريق اللي بيلعب له ومش هيحقق أماله أو يوصل بيه لأبعد مدى ممكن في بطولة زي المونديال. طب كابتن أشرف، نقطة أخيرة قبل ما نتركك، هي نقطة لمباراة بكرة، ولكن بنستفيد من وجودك معنا بكرة، عندنا حلقة خاصة أيضا لمباراة الغد وسيكون معنا ضيوف من المغرب. هل تتوقع أن المغرب ستواصل هذا الزحف نحو اللقب؟ أخي حسن وصدقني، وموجودة صوت وصورة وفيديو قبل بطولة كأس العالم بحوالي 5 أيام سجلنا مع أصدقاء اليوم قناة على اليوتيوب وقلت بالحرف الواحد لما لا تصل الكرة العربية إلى الدور نصف النهائي على الأقل، ورشحت المنتخب المغربي تحديدا باعتبار أن له خبرة أكبر من المنتخبات الأخرى حينما صعد 86 لدور ال 16 وكان أول صعود عربي وإفريقي، الآن هو أول عربي وإفريقي يصعد إلى دور النصف النهائي. أنا بتمنى طبعا، أمنيات تختلف عن التوقعات، أنا بتمنى أن المنتخب المغربي يحقق المراد بكرة إن شاء الله على حساب الديوك الفرنسية، وإذا ما زأر الأسد سترتعد الديوك وينطلق الأسد نحو عرينه الحقيقي فوق منصة التتويج بإذن الله. هذا ما أتمناه وأدعو الله أن يحققه، لأننا كعرب نستحق، ولأن تنظيم قطر يعني طمعنا، ليه لا؟ زي ما نجحنا في التنظيم ننجح فنيا، وأعتقد أن وصول المغرب لهذه المرحلة نجح بطولة قطر أيضا، لأنه لو كانت الفرق العربية كلها خرجت من بدري للأسف الشديد كانت البطولة هتبقى يعني زي فرح في مكان فاضي ما فيهوش ناس. الجماهير المغربية والجماهير العربية اللي بتأثرها عاملة حس حلو وعاملة شكل حلو للمونديال القطري. شكرا الإعلامي العزيز الأستاذ أشرف محمود رئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية والمعلق المصري المعروف من القاهرة عبر زوم، شكرا لوجودك معنا. بذكر مشاهدينا أنه لما لا أيضا المغرب، صرنا قايلين أكثر من مرة، 24 لاعب محترف من أصل 26 في البطولات الأوروبية الكبرى والبطولات الأوروبية المتوسطة، وبالتالي هو مؤهل لأن يفعل الكثير. بنبتدي معكم ضيوفنا، السؤال المباشر اليوم الأرجنتين كرواتيا الساعة 9، كابتن عباس قبل ما نفوت بالتفاصيل شو توقعاتك بالعموميات؟ يعني مثل ما قلت أنت العناوين كلها مودريتش ميسي، لاعبين عم يقودوا فرقهم بقيادة حكيمة، وصلوا المنتخبين وصلوا على دور النص نهائي خطوة واحدة وفريق بده يروح على النهائي، مباراة صعبة على الفريقين. عندك الأرجنتين اللي بيشوف الأرجنتين بالدور الأول بيقول ما بيوصلوا لهيدا المحل اللي هن فيه، وحتى بداية الكروات كان عندهم تعادل مع المغرب،
ولكن تدريجيا بل بدأ المنتخب الأرجنتيني يصعد تدريجيا، حتى مع مستوى ميسي بدأ يصعد تدريجيا. بتشوف أنت عندك مثل ما قلت أنت والكابتن أشرف أنه الفوتبول يا حسن بلش ياخد مجموعة، مين الفريق اللي هو مجموعة أكتر بيوصل لمحل أكتر بعيد. نحن عم نلعب كأس عالم هو محل تجمع، عشان هيك مش صدفة يمكن كرواتيا والمغرب بنص النهائي. بس بدي أعلق على موضوع المغرب. موضوع المغرب أنه المغاربة لاعبين، عندك لاعبين بأكبر فرق بالدوريات الكبيرة، ما بقى بدنا نقول إنه فريق مفاجأة أو فريق، هذا اللي عم نقوله نحن، فريق عنده لاعبين بباريس سان جيرمان، بتشيلسي، مثله مثل أي منتخب تاني، عنده لاعبين بالدوريات الأوروبية الكبيرة. فمنا صدفة منتخب عم يقدم مستوى روح إيطالية عالية، عنده لاعبين عارفينين وين بدهم يوصلوا، عنده مدرب تكتيكيا كتير عالي. وانا بالنسبه لي في نجم كمان بالمنتخب المغربي، بنياحي رقم 8، لاعب كتير برز بكاس، صار مطلوب لبرشلونه يعني. هيدا كمان لازم نحكي انه هيدا لاعب برز بكاس العالم، ما كان ان شاء الله بحلقه بكره بنحكي. انا هون بدي اسالك شغلي، انت كنت بماتش البرازيل وكرواتيا، ما بدي اذكرك بهالذكرى السيئه طبعا. انا بحب البرازيل، طلعت من هون على قطر بس لاحضر هالماتش، بس ليطلعهم برا، ليطلعهم بقى ويجي. سمعتك كثير انت ما فيك تقعد عائل. كابتن عباس، انت على الارض بتشوف غير ما بنشوف على الشاشه، اكيد. كيف شفت الماتش؟ كيف شفت كرواتيا؟ ما بدي احكي عن البرازيل. أوكي. كيف شفت كرواتيا؟ شو ميزتهم؟ وهلا بنحكي تفاصيل اكثر. اوكي. منتخب كرواتيا بشكل عام بالمباراه تاعت البرازيل، منتخب بيلعب طريقه جماعيه، وقت ما تلاقي اكيد عم يواجه فريق عنده مواهب مش طبيعيه، من نيمار للاعبين كثير عاليين مهاريا، بتلاقي فريق عم يعرف انت اكثر وقت يخلي الطابه معه ليكسب اكثر وقت، لانه بس يخسر الطابه حيتعرض لهجمات وممكن يتعرض لاهداف. بتلاقي وقت ما ينضغط منيح في لاعب اسمه لوكا مودريتش قائد، بيرجع بيستوعب، بيعرف يطلع الفريق الكرواتي من هيدا الضغط بالوقت المناسب. هيدا يعني لمحته كذا مره وشفته بقلب المباراه، انه ايمتى مودريتش بس يكون بحاجه لاله المنتخب بتلاقي مودريتش موجود. فريق قادر يعطل الهجمات الخصم عبر الاطراف، ودفاعه قوي عنده طرف يمين بعتقد عطل فينيسيوس بطريقه، لاعب سريع واحد على واحد كتير عالي. برجع بقلك هن عندهم منظومة جماعية، صح. ما عندهم لاعب مميز، عندهم لاعب وقت ما يكونوا مضغوطين بيقدر يطلعهم، يلي هو كابتن الفريق ومودريتش، لاعب عنده خبرة، لاعب 120 دقيقة ضد منتخب البرازيل بعمر 37 سنة. بتعرف قديش حجم هيدا اللاعب والخبرة للمنتخب الكرواتي. طيب كابتن محمود، بدي أجي لعندك، بس بدي أقول لك بالأول أنه معلومة للمشاهدين، منتخب كرواتيا بسنة 98 بكأس العالم 98 طلع ثالث بكأس العالم. من وقتها لليوم كل التأهل اللي عمله للدور الثاني والثالث الأدوار الإقصائية لم يفز إلا بركلات الترجيح، بكل الأدوار الإقصائية لم يفز إلا بركلات الترجيح من سنة 98. وبدي أقول أنه بلد عدد سكانه 3.9 مليون، يعني أقل من لبنان. كتير بلدان يعني هي أقل من لبنان بالعدد، لأنه بالفوتبول واصلة طبعا بأصوات بمسافات كبيرة. يعني قديش بتشوف أنه المباراة صحية بين منتخبين بيلعبوا فوتبول جماعي، يعني المنتخب صح في لوكا مودريتش، صح في ليونيل ميسي، ولكن فريقين عندهم طاقة جماعية واضحة، منظمين وقادرين يلعبوا كمجموعة مش كأفراد. أنا برأيي نقطة القوة عند المنتخب الكرواتي هي أنه المنتخب منه مطالب، يعني ما عليه ضغط، بعكس المنتخب الأرجنتيني وبعكس ليونيل ميسي اللي مطالبين بشكل كتير كبير لإحراز اللقب. هذه نقطة بتعطي الأولوية وبتعطي طبعا الأريحية للمنتخب الكرواتي أنه يقدر يسير المباراة مثل ما بده، لأنه مثل ما بنعرف المنتخب الأرجنتيني عليه ضغط كتير كبير، وبالتحديد ليونيل ميسي. ونقطة قوة ميسي أنا برأيي كمان بالفريق الأرجنتيني
بتكمن انه اللاعبين بحبوا ميسي، اللاعبين عم بيلعبوا من اجل ميسي، وعندما بتلعب انت للاعب من اجل ميسي طبعا من اجل لاعب قادر انه هو يخلصك باي لحظه من المباراه. يعني ميسي طبعا غني عن التعريف، وبغض النظر طبعا اذا بدنا نقول ليو ميسي من انصاف الفرص ممكن يحسم المباراه. الحب اللاعبين لميسي اللي عم يبذلوا مجهود كتير كبير من اجل طبعا الارجنتين ومن اجل ميسي، لانه بنعرف نحن ميسي اللي بنقصه هو هذا، هو اللقب العالمي يلي طبعا هو شخصيا عم يسعى له. عامل روح بالضبط. هذا طبعا بياخذنا نعطي مثل مثلا بعكس المنتخب البرتغالي بوجود كريستيانو رونالدو، ان كان من لاعبين او ان كان من مدرب. يعني مثل ما بنشوف بالارجنتين ما في ود مع رونالدو، ما في ود اكيد ما في ود. فهيدي نقطه القوه عند الارجنتين، عفوا نقطة القوة عند المنتخب الكرواتي. عم يلعب المباراة اليوم، رح يلعب مباراة من دون ضغط. يعني اليوم إذا خسر منتخب كرواتيا كلنا حنقول هيدي نتيجة متوقعة ويعطيهم العافية الكروات وصلوا لهون. لوكا مودريتش بعمر 37 سنة وصل منتخبه إلى الدور نصف نهائي، فبعتقد يعني الكل حيزقف للمنتخب الكرواتي. وهون من 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 هالنقطة هاي ممكن المنتخب الكرواتي يعمل المفاجأة بإخراج المنتخب الأرجنتيني، لأنه بيملك أمر كتير مهم هو برودة الأعصاب باللعب، وأمر أيضا أهم هو الاستحواذ على الكرة. يعني اليوم المنتخب الأرجنتيني إذا بيفقد الكرة بيفقد قوته، إذا ميسي ما بيكون موجود معه الكرة أو مع زملائه بيفقد قوتهم هون المنتخب الكرواتي عنده نقطة قوة. مع المنتخب البرازيلي شفنا أنه المنتخب الكرواتي سيّل المباراة مثل ما بده، بشو بخط الوسط اللي بيملكه اللي هو من افضل خطوط الوسط يلي عم بيمتلكها المنتخبات. وهون ممكن لما بيكون الطابه مع المنتخب الكرواتي لمده دقيقتين وثلاثه، هذا بعتقد بيوضع ضغط كتير كبير على المنتخب الارجنتيني وعلى لاعبينه انه يخرجوا طبعا عن طوعهم، او انه مثلا يصير في عصبيه بالمباراه اكثر. هيدي قادر يعملها المنتخب الكرواتي اليوم. خلينا نعطي محمود قبل كمان ما ناقش معك هالتفاصيل شويه ارقام. اول شيء بدي اقول لمن لا يعرف تاريخ اللقاءات بين كرواتيا والارجنتين. المنتخبين التقوا 5 مرات، اخر لقاء كان بمونديال 2018 بالدور الاول ضمن المجموعه 4، فازت كرواتيا 3-0، بس هيدي للاشاره. كمان بمونديال 98 ربحت الارجنتين 1-0 بمونديال بالمجموعه 8. بعد خلال يعني بين هالمباراتين وقبلهم التقوا 3 مرات وديا، مره تعادلوا، مره ربحت الارجنتين ومره ربحت كرواتيا، وبالتالي سجل اللقاءات بيناتهم هو 2-2 ربح، ومباراة وحيدة انتهت بالتعادل. كمان عم نحكي عن ميسي ومودريتش اللي بدنا نقوله، عم يعني الشباب قالوا وانا قلت انه ألقاب بالجملة، انه ما في شيء ما اخده ميسي. للجمهور اللي بحب يعرف، ليونيل ميسي اليوم 35 سنة 40 لقب، شوف هالرقم الخرافي، 40 لقب. اول شيء 7 مرات الكرة الذهبية البالوندور، 34 لقب مع برشلونة بيناتهم 4 دوري أبطال أوروبا، 2 مع باريس سان جيرمان، 2 مع منتخبات الأرجنتين تحت طبعا المنتخبات الفئات العمرية، لقب الألعاب الأولمبية ولقب كوبا أمريكا، وإذا أخذ كأس العالم بيكون ختم الألقاب، ختم كل شيء. هون السؤال يعني ما بقى في شيء. هل إنه ليونيل ميسي ناطر يمكن لا يحرز لقب مثلا بطولة كأس العالم؟ يمكن لا، هذا نقاش موجود عند المحللين وعند الجمهور، انه هلا ناقص ليونيل ميسي انه يحرز لقب بطوله العالم ليكون هو الافضل بالعالم او افضل. لا اكيد لا، اكيد لا، بس أكيد في لا. حال طبعا ما احرز لقب كاس العالم هون هو من الافضل، يعني هون هو بيضل من الافضل. هون النقاش يعني ما بين مارادونا ما بين ميسي، وطبعا يعني انا برايي انه الحقبه تختلف ما بين طبعا يعني مارادونا ما بين ليونيل ميسي بالعالم، انه على طول بدنا نقارن فلان مع فلان. هذا عنده بزمنه كان عامل انجازات وكان عامل، وهذا بزمنه كان عامل انجازات، وكان الفوتبول هون شيء، قوانين الفوتبول كانت شيء، وطريقة اللعب شيء. اللعب مختلف من موضوع المقارنه، لانه كل شخص كان عنده بزمنه عنده يعني بوقته. فينا نقول افضل لاعب بهال20 سنه او بزمنه. هون فينا نعمل مقارنه بسيطه، مع انه انا معكم انه لا تجوز المقارنات. ميسي من بلد عدد سكانه ما بعرف كم مليون، ما بيحضرني الرقم هلا، مثل ما قلنا لوكا مودريتش من بلد عدد سكانه 3.9 4 مليون، اليوم عمره 37 سنة، عنده 27 لقب، يعني منها خمسة بيناتهم 21 مع ريال مدريد،
وما أدراك ما ريال مدريد، بيناتهم 5 دوري أبطال أوروبا و6 مع هيرفاتسكا اللي كان معه بيلعب ببلده بكرواتيا، 27 لقب وعنده بالون دور، أخذ بالون دور وقدر أنه يكسر احتكار ميسي ورونالدو، حقبة ميسي ورونالدو. وبالتالي لوكا مودريتش إذا بنعمل يعني نسبة وتناسب بنقول لوكا مودريتش عامل شغل كمان يعني يعتبر صحيح. يعتبر أسطورة من الأساطير اللي ببلده يعني، ويستحق أنه طبعا وصل للنهائي بال 2018 وهلا بالنص النهائي حسب ما صرح مدربنا ان احنا رايحين قدما عن لوكا مودريتش من اللاعبين اللي مستواه على طول ثابت بريال مدريد او بالمنتخب، بتحس فتره كل الفتره اللي لعبها ما بتحس هيدا اللاعب مستواه نزل او صار مستواه متدني، لاعب من الاشخاص اللي مرقوا على كره القدم بمستوى ثابت وعمل انجازات مع ريال مدريد وحتى حط كرواتيا على الخارطه بال 2018 وقت ما تأهلوا على نهائي كأس العالم. صحيح. وكان صح. ممكن يفوزوا بكأس العالم. طب محمود كمان بدي أحكي هون عن مصادر قوة المنتخب الأرجنتيني، هل بتوافقني أنه أول نقطتين قبل ما نحكي فوتبول هن الجمهور والروح الوطنية والقتالية العالية، ومثل ما قلت محبة ميسي هذه تركها على جنب، لأنه واضح أنه بمونديال قطر اليوم الجمهور الأعلى حضورا هو الجمهور المغربي السعودي قبلهم والأرجنتين حاليا الأرجنتين طبعا مرق أكيد. المكسيكي بالدور أكيد وفي عندك طبعا البرازيلي، بس وأنت كنت بقطر وشفت صحيح. بنفسك يعني المنتخب الأرجنتيني واحدة من نقاط قوته بمباراة الليلة هو كأنه عم يلعب على أرضه، صح، على أرضه بين جمهوره، صح، وخاصة العدد الأكبر هو مش من الجنسيات الأخرى، هو من الجنسية جمهور الأرجنتين، جمهور الأرجنتين اللي يجي طبعا إجا ليحضر ميسي، واللي ما حضر بالأدوار الأولى أو بالدور الـ16 عم إجا ليحضر هلا. واحدة من نقاط قوة المنتخب الأرجنتيني هي طبعا كأنه عم يلعب على أرضه بين جمهوره، وممكن تتحول هذه النقطة سلبية إلا أنه مش مع الجمهور الأرجنتيني، واضح أنه استوعبوها اللعيب إلا مش مع الجمهور الأرجنتيني استوعبها. الجمهور الأرجنتيني بالتحديد يلي بشوف من جمهور الأرجنتين طريقة التشجيع حتى لو كان خسران الفريق بيعرف أنه هو رح يكون نقطة قوة حتى لآخر لحظة من المباراة، فما بعتقد تحول لشكل سلبي الجمهور الأرجنتيني، هيدي واحدة من عامل إيجابي أو هذا. هلا النقطة يمكن في نقطة بس بالإذن منه في نقطة بموضوع المنتخب الأرجنتيني والجمهور الأرجنتيني خاصة مع ليونيل ميسي. قبل كوبا أمريكا كان في كتير انتقاد لميسي من الجمهور الأرجنتيني أنه بيقاتل لبرشلونة بيعمل إنجازات ما بيجي على المنتخب، ما عم يكون في مستوى المنتخب متدني مستواه. بتشوف بعد كوبا أمريكا تغيرت النظرة تجاه ميسي مع منتخب الأرجنتين، الجمهور صار يحب ميسي غير الحب اللي كان قبل، أو المعاملة أو العلاقة اللي كانت بين جمهور الأرجنتيني وميسي. عباس هل نجح ميسي بآخر سنتين؟ كان يؤخذ عليه دايما أنه ما عنده شخصية قيادية، أوكي؟ هل نجح آخر سنتين كما يبدو؟ انه بتشوفوا عم ينشد النشيد الوطني بحماس، بتشوفوا عم بيركض عند الجمهور، عم بيقاتل، هل نجح انه يكون قائد لمنتخب الارجنتين وهيدا الشيء اللي اليوم عم بيميزه عن اي شيء تاني؟ ليك ممكن الظروف بالمنتخب واللاعبين اللي كانوا بالمنتخب قبل ما كانوا عم بهي الطريقه اللي عم يلعبوا فيها هلا. بحكي عن نقطه كمان، وجود ميسي قبل كان ممكن كان الجمهور الأرجنتيني يعتبره عامل سلبي على اللاعبين وعلى المنتخب، انه انت بتعمل انجازات ببرشلونه بتجيب ارقام ببرشلونه، بالمنتخب ما عم تعمل شيء. الامور تغيرت كتير بعد كوبا امريكا فوز بكوبا امريكا. هل سكالوني ليونيل سكالوني المدرب والجهاز الفني لمنتخب الأرجنتين اللي اليوم اللي هو كله نجوم سابقين، بابلو إيمار اللي هو صديق ميسي، هل هيدا الجهاز الفني هو اللي نجح انه يخلق هيدي التوليفة والحب من ميسي للمنتخب؟ اكيد له دور كتير كبير المدرب، ولكن ميسي خلق هيدي الامور. حلو. ميسي اللي خلق هيدي الامور مش المدرب. المدرب بيساعد، المدرب بيكون عنده وظيفة يعمل جمع بس، ولكن ميسي اللي تغيرت معه هيدي الامور ووصل لمحل ميسي بلش يشتغل كقائد للمجموعة، بلش يشتغل انه انا هيدي المجموعة عم تلعب حبة باللاعبين فيه من دون شك. كل العالم بتحب الارجنتينيين كلهم بيحبوا ميسي، اللاعبين بيحبوا ميسي، ولكن هي فوز كوبا امريكا وبالبرازيل وعلى البرازيل عطت غيرت الصورة كليا
نظرة الجمهور لميسي. صحيح عند الجمهور هلا بتروح بتستحضر المباراة بكأس العالم. جنون. جنون عندهم ميسي، جنون ميسي وأرجنتين، يعني ميسي صار بيوازي بالنسبة لألهم عم يوازي البلد، ميسي عامل لهم هيدي النقلة النوعية بالمنتخب، أنت بتشوف بالمنتخب الأرجنتيني ما في نجوم. في ميسي وفي لاعبين. أنا هون بدي أحكي، خلينا نبلش نحكي شوية فوتبول عن منتخب الأرجنتين ونرجع لكرواتيا بعدين. محمود ما بدي فوت بلعبة الأسماء، بس بدي أحكي بشكل عام، هل توافق أن منتخب الأرجنتين اليوم ميزته غير اللي حكيناهم جمهور وميسي وإلى آخره، أنه يتميز بالشراسة باللعب، بروح الجماعة، بأنه قادر يستعيد الكرة بسرعة لحظة اللي بيخسرها، وأنه عنده جهاز فني قوي جدا متماسك بقيادة سكالوني؟ لا شك هيدا واحد من العوامل الإيجابية، من جهاز فني لجهاز إداري بالمنتخب، بالإضافة برجع بأكد لحب اللاعبين لميسي ليعمل هيدا الإنجاز. هيدا عامل كتير مهم، الإحساس والمشاعر ما بين اللاعبين ليونيل ميسي. هيدا هو اللي بعتقد يلي عمل هيدا النقل النوعية بالمنتخب الأرجنتيني، وخسارتهم أمام المنتخب السعودي هيدي واحدة من العوامل الإيجابية، لأنه إشت الضربة بكير. صح، إشت الضربة بكير لو تجي بعدين بالضبط كانت الأمور بتصور. صح. انتهت وكان المنتخب الأرجنتيني خارج المنافسة. هيدي واحدة من النقاط، إلا أنه المنتخب الأرجنتيني فنيا انا اعتقد انه هو بيعاني من الظهيرين، عنده ضعف بالظهيرين. هيدي مشكله لاحظناها وشفناها اكثر من مباراه. فاذا بيواجه منتخب، وهون بنروح يمكن على المباراه النهائيه في حال تاهل الارجنتين اليوم، او في حال لا سمح الله تاهل فرنسا، احنا طبعا حابين المغرب يحرز اللقب. ففي حال تاهلت فرنسا والارجنتين، وهذا المنطق بيقول اذا بدنا نقول على الورق مفروض هيك، هون بعتقد المنتخب الارجنتيني رح يعاني من هيدي النقطه، لانه عنده ضعف بالظهيرين. هيدي مشكله عند المنتخب الارجنتيني من الناحيه الفنيه. اما من الناحيه النفسيه وناحيه الروح الايطاليه وناحيه العنفوان، ميسي عم يلعب وهن عم يلعبوا بالروح الايطاليه، هيدا هو اللي موصل الارجنتين هلا. طيب للدور النصف نهائي كابتن عباس، بالتفاصيل، ببعض التفاصيل، منتخب الارجنتين يتمتع بحارس مرمى ممتاز ايميليانو مارتينيز، وهيدي نقطة كانت عادة تاريخيا نقطة ضعف بالارجنتين. خط دفاع عموما قوي، عموما بقيادة اوتاماندي اللي عنده خبرة واسعة، ومعه مولينا وروميرو اللي رجعوا من الاصابة. خط وسط بقيادة رودريجو دي بول يلي هو ميسي حاطط كل التقل عليه لانه مآمن فيه، وفرجانا لهلا انه بيقدر يآمن فيه. وحده ماكاليستر يلي هيدا اللاعب اللي اخواته لعيبه، عمه لعيب، بيو كان يلعب مع مارادونا، هون فينا نفهم هيدي العلاقه العاطفيه يمكن. والهجوم عم نحكي عن ميسي، عن مكسب كبير اسمه جوليان الفاريز، كمان نحكي عنه شوي تفصيل هيدا اللاعب، ولو تارو مارتينيز اللي استعاد ثقته بنفسه، وانخل دي ماريا العائد من الاصابه. كيف بتقيم هالتوليفة؟ هيك حسن انا حاختصر لك الموضوع. اذا بتقعد تاخذ كل لاعب فردي لحاله بتلاقيهم انه لاعبين اقل من عاديين. صح. او عاديين حتى بالنسبه بعضهم، حتى بعضهم احتياط بالنسبه للاسامي اللي المنتخبات الباقيه بتلاقيهم اقل، ولكن الاسلوب والطريقه اللي عم يلعبوا فيها عم بيعوضوا اول شيء بالروح الايطاليه. دفاعيا عم يكونوا دفاع جماعي، يمكن باستثناء شوي ميسي. أكيد. يلي هو عنده شوي خصوصية لأنه ميسي ما فيك تخسره مجهود دفاعيا وتخسره هجوميا بعمره. صح. فإذا بتشوف كل المجموعة هي مجموعة متكاملة دفاعيا، تلعب بروح إيطالية عالية مثل ما شفنا ماتش هولندا، وصار مشكل وصارت الأمور اجت لتفلت، ولكن هيدي روح عم يلعبوا بروح. فهون انت بتشوف قديش المدرب عمل توليفة كتير قوية، وقديش تكتيكيا عم يكونوا عاليين، وجود الروح الإيطالية يلي هي عم توصل انه الفريق يكون مجموعة وحدة. هون انا ما بدي احكي بالاسامي، اذا بتحكي باسامي كل واحد لحاله صح اكيد ما بيكونوا منتخب قوي، ولكن هي المجموعة، روح المجموعة والتكتيك الجماعي هو اللي عم يوصل للمنتخب. من اي متى بنشوف عندك لاعب باي وقت بيخلق لك فرصه او بيسجل لك هدف؟ صح. من اي متى بنشوف ميسي بمباراه هولندا؟ انا واحد من الاشخاص يلي كثير تاثرت بشخصيته، وانا بحب هيك شخصيه اللاعب صراحه، انه شرس مقاتل. عم بخانق كرمال فريقه يعني، وكرمال لعيبه. فان جال واجهه بشكل مباشر
وتصرف تصرفات، لانه هيدي بتدل عن لاعب بعدك عم تحكي انه هيدا الاحساس بالمسؤوليه والشعور بالمسؤوليه. هو يعني من سنتين او من ثلاث سنين ما كان عنده احساس. اكيد كان عنده احساس، بس الجمهور والمتابع بحب يشوف اللاعب يفرجيه هيدا الاحساس. فرجينا كل شيء ليونيل ميسي بمباراه هولندا. محمود، بدي احكي عن تدريبات الارجنتين الاخيره اللي كانت امبارح للمباراه ويمكن اليوم الصبح مع ابراهيم من الدوحه. ابراهيم وهبي، مساء الخير، كيفك؟ مساء الخير حسن، لك ولعباس ولمحمود من الدوحة. اشتقنا لك أول شيء إبراهيم هون ببيروت، ومبسوطين أنك أنت بالدوحة وعم تعطينا دايما كل هالمعطيات. أنت اليوم، ورح نشوف لقطات بعدت لنا إياها، أنت اليوم أو مبارح بالليل كنت بتمارين منتخب الأرجنتين، هلأ أنت بتوضح لنا شو اللي شفته، تدريبات خططية، تدريبات عامة، أنت بتقدر تحطنا بالجو أكثر. اول شيء برجع بمسي عليك حسن، وانا اشتقت لكم كمان يعني، ولكن تجربه حقيقه حبيبي محمود، ما عندي شك. والجو كله هون يعني تجربه حقيقه، نحن مش جايين لننظر، نحن جايين لهون لنتعلم حقيقه. اللي عم نتعلمه يوميا، عم نروح على التدريبات، عم نروح على الملاعب، عم نروح على اماكن يعني الحمد لله ما كنا بنحلم ندعسها، عم نروح لنسمع. يعني انا رحت امبارح على تمرين منتخب الارجنتين، كان مسموح لعدد معين انه يدخلوا التمرين، وبتشوف شيء حقيقه يعني ما فيني اوصفه باي طريقه. عم نشوف مشاهد ابراهيم هلا من تمرين الارجنتين، تفضل. صح، باي طريقه بيستقبلوا الناس، باي طريقه التعاطي بتصير، مدرسه عم تتعلم منها، بيقول لك عندك ربع ساعه، ربع ساعه 15 دقيقه 16 دقيقه ضليت، بيجي بيقول لك اعطيني البطاقه اللي برقبتك على الطياره. فهيدا النظام حقيقه اللي عم نتعلمه شيء غريب عجيب باسلوبهم بطريقتهم بحضورهم. اذا جينا لنحكي عن التدريب وشو صار امبارح، في خمس يعني كيف بدي اقول لك، خمس ستات يعني خمس طرق المدرب ركز عليهم بالحصه التدريبيه اللي سمح فيها للإعلام يكون موجود. يعني في حدا أطباء أخصائيين بيجوا بيحكوك عن معدل أعمار اللاعبين، إن كان عند منتخب كرواتيا أو عند منتخب الأرجنتين، طلع معهم إنه معدل الأعمار عند منتخب الأرجنتين اللي هو 27 سنة و8 أشهر. يعني شوف الدقة كيف، نحن بعالم تاني يعني شوف قديه الدقة، 27 و8 أشهر. المنتخب الكرواتي بيصغر الشبيبي بالأرجنتين 4 أشهر فقط، فشوف هيدي حالة التقارب. انتهينا من موضوع معدل الأعمار، بيروحوا لمعدل الأعمار بخط وسط منتخب الأرجنتين، معدل الأعمار بخط وسط منتخب كرواتيا، طلع معهم أنه 97 سنة عمر أعمار خط وسط منتخب 27 الأرجنتين. 27 سنة، 97 إذا بتجمع الإجمالي. الإجمالي صح، 27. فهو بينما معدل خط وسط 72 سنة، معدل إجمالي أعمار منتخب كرواتيا. معليه عم بحكي هون نقاط بس كتير حلوين وكتير مهمين. صحيح. ونحن كنا بالتمرين عم نطلع هيك مدهوشين، يعني قديه لهالدرجة العالم الفوتبول صار واسع. فهون بتجي انت بتطلع، هو رح يعتمد المدرب الأرجنتيني سكالوني على التشكيلة اللي رح تدخل، اللي هي معدل أعمارها 95 سنة بخط الوسط. إذا بيعمل التبديلات اللي هن من ضمنهم دي ماريا، بيصغر الأعمار المنتخب الكرواتي بالشوط الثاني، عم تحكي بمعدل 25%. فهون الأمور النفسية والتحضيرات يلي بينشغل عايرها بالتفاصيل. بدي روح عند مدرب المنتخب الكرواتي المدير الفني، كان له تصريح لافت بيقول ما اشتغلنا أبدا ولا رح نشتغل على إيقاف ميسي، لأنه كل العالم على مدار 20 سنة اشتغل على إيقاف ميسي وما وصل لنتيجة. خلوني ركز على شيء ثاني وعلى موضوع المنتخب الكرواتي وعلى اسلوب اخر غير ايقاف ميسي. طبعا هي ولو فيها نوع من هيك الفكاهه، ولكن هيدي حقيقه الرجل اعترف فيها. الارضيه كلها حسن مهيئه لميسي ورفاقه. طيب ابراهيم، انا هون خليني اسالك شغله عن موضوع ميسي. انت قلت لي، كنا عم نحكي انا وياك الصبح على التليفون، قلت لي انه الجو هون كله ميسي، جمهور الارجنتين ميسي. ما بدنا نبالغ بس اشرح لنا، يعني كأنه في تعاطف عام، ما بعرف ولا لا ولا أنا غلطان. صح حسن، بس اللي بدي اقول لك اياه، لو ما منتخب المغرب موجود هلا بالدور نصف نهائي، ونحن مضطرين كلنا ومجبرين انه نكون نحن بنحب من قلبنا موجود،
من قلبنا انه يكون ما في حدا الا مع ميسي بده يربح، حتى اللي ما بيحب ميسي ما بعتقد حدا ما بيحبه، ولكن كل العالم حتى هلا التقيت حدا من جماهير اجنبيه باوروبا كل العالم بده ميسي يربح. المفاجاه امبارح يعني ما بعرف العطش، سوري عم اقاطعك، امبارح نائب رئيس الاتحاد الارجنتيني له تصريح انه اتمنى ان تفوز الارجنتين بكاس العالم، حدا برازيلي عم بيقول هيك؟ هيدي انا عباس صح. لك تطلع فيه بالورب هلا ما عجبته الخبريه؟ لا لا تفضل. انا ماني مثل عباس، يعني انا ماني كتير فان لميسي او شيء، بس حقيقه لما بتلمس هيدا اللاعب على الارض ولما بتشوف يعني بالتمرين امبارح، نحن بعاد بمكان اول شيء فرضت الظروف انه نكون بهيدي المسافه، انا مع مؤسسه موجوده هون عندها كل الحقوق انك تكون قريب جدا من اللاعبين، مسافه اقل من مترين يعني، يعني اذا بدك تصرخ ميسي هيك يعني بالوشوشي بالعربي اذا بدك باللبناني، بيرد عليك الرجل يعني بيعطيك دروس بالاخلاق حقيقه بكل محبه عم بحكيها، يعني بتطلع نحن شوي صغيره وعباس يمكن بيفهمني شو عم بحكي بموضوع انه اللاعبين يلي ما بيحملوا راسه بيكون شوي، ميسي بتعيط له عن بعد مترين بيجاوب بكل لطافه، الرجل مدرسي من الاخلاق. حاولت تلمسه بشر يعني عادي مثل ما ليك انا سائر بشر، بس حقيقه تصرفاته تصرفات ملاك محمود حقيقه، يعني بكثير تعاطيه برده فعله، كيف بيتعاطى مع الاولاد بالتمرين، كيف بيصر انه تخلص التمرين رغم انه في هواء، كل اللاعبين بيرتدوا دغري الجاكيتات وكذا، هو لا بيضلوا موجود مع اللاعبين مع الجمهور اذا كانت مفتوحه للجمهور، بيحرص على هيدا الشيء، اذا بده ينتقد بينتقد بكل احترام، الا موضوع منتخب هولندا حكى عنه كثير، يبدو انه حقيقه كان كابت بقلبه الرجل بكثير شغلات، بموضوع ريكيلمي لما كان مع لويس فان جال وهولندا بمباراتهم الاخيره يلي كانوا خسروها الارجنتين، هيدي لها طابع خاص، ولكن هو على الصعيد الشخصي في تعاطف معه حتى هون بالدوحه، كل الشوارع البانويات الكبيره العملاقه ميسي ميسي، حتى الناس كلها لابسه القمصان تبع ميسي، هيدا الشيء وفي تعاطف كثير، النجوم كلهم ظهروا، فما ضل الا هو نجم بمعنى الحقيقي على الصعيد اسطوري، نعم. بعده موجود، فكرمال هيك الاجواء كلها انا برايي مهيئه لانه يكون هو بطل العالم، وانتبه موضوع المفاجات ما حدا عم يستثنيه، عم ينحكى كثير عن منتخب كرواتيا، المسافات يلي بيقطعوها، الروح المعنويه، جماعه عندهم اخذين دفع معنوي بفوزهم على منتخب البرازيل، هيدي كلها امور بتساعد حتى يكونوا موجودين. شكرا ابراهيم، طبعا لنا لقاءات تانية نحن وياك الليله ان شاء الله بنشره الاخبار، اما دائما انت بتحضر لنا اشياء جديده، وهنا بيروت بكره كمان حتى نحكي بموضوع المغرب، وبكون عنا اكيد تداعيات مباراه اليوم. شكرا ابراهيم وهبي من الدوحه. كابتن عباس بدي احكيك عن المنتخب الكرواتي، حكينا عن الارجنتين كثير، احسن ما يفكرون الجمهور من حازين هالقد للارجنتين، ولكن هو يعني اليوم ما خروج هو الحدث المنطقي الحدث طبعا والتوقعات والترشحات بتقول بتوافقني انه المنتخب الكرواتي عنده عناصر قوه، اوكي؟ وحده منهم اول شيء زلاتكو داليتش المدرب يلي قدر انه من 4 سنين لليوم يحافظ على هيدي المجموعه متماسكة متناغمة، فريق بيلعب بتكتيك عالي، انت بتخبرنا هلأ عنه أكثر لأنك كنت على الأرض، حارس مرمى مميز ليفاكوفيتش، ثلاثي الوسط ما بدي أحكي يعني مودريتش كوفاتيتش ومارسيلو بروزوفيتش، وطبعا عندهم بالهجوم أكثر من خيار، ولكن هو هجوميا عندهم ضعف وعنده يعني بيعرف شو بده بالهجوم، غير انه القوة تاعت المنتخب الكرواتي هي بالمجموعة، عنده 3 بنص الملعب، هذه هون انت بتعرف فريق كرة القدم اذا عنده هو نص الملعب هو العمود الفقري، قلب الفريق اذا انت عندك 3 لاعبين جيدين بيغيروا لك شكل الفريق كليا، كيف اذا انت بتعتمد على الجماعة؟ هون قلب الفريق قلب المجموعة هي شيء رائع، وشيء عم بيقوم بدور كثير كبير، مجموعة كثير 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 عالية، انتقالهم من الدفاع للهجوم بطريقة سلسة، عندهم صبر ما طبيعي، صحيح، عندهم ثقة، بيطلعوا الطابة بثقة كثير كبيرة،
واكيد واجهوا البرازيل، اليوم حيواجهوا الارجنتين، عم يواجهوا منتخبات كتير كبيره. واحدة من نقاط قوتهم كان حارس المرمى هي بس خلينا نحكي عن هاي النقطه. هي مزبوط محمود، يعني ليفاكوفيتش هو نقطه قوه للمنتخب الكرواتي، بس بذات الوقت مارتينيز نقطه قوه لمنتخب الارجنتين، ياسين بونو نقطه قوه للمغرب، وكمان يوغو لوريس كان بمنتخب فرنسا ضد انجلترا كان يعني نجم المباراه. صحيح. عم نحكي عن حسب بأي بأي منتخب او فريق. انت لما بدك تبني منتخب او تبني فريق بدك تبلش اول شيء بتبلش بحراسة المرمى. مزبوط. لانه هو اول دفاع عندك واهم منطقة واهم عنصر بالفريق هو حارس المرمى، والدليل اللي خلى الارجنتين اليوم بالنص النهائي هو حارس المرمى. حارس المرمى هو اي جزء خطأ صغير كتير ممكن يكلفك خسارة مباراة أو خسارة بطولة. فالحارس تبع كرواتيا بماتش البرازيل يعني 4 فرص محققة، جوال أهداف محققة، 2 لنيمار وفي واحدة مهم مني ذاكر، 4 أهداف محققة خلصن، رغم انه البرازيل ما كانوا بيومهم. صح. العاب فرديه كانت من البرازيل. هذا هيك على تمركز حارس المرمى كرة العرضيه اللي عندهم قوه بالظهر. انت لما ظهرك محمي تقدر تلعب بثقه، بس انت لما يكون عندك خوف من الحارس ما يكون بايامه وما يكون ميز حارسك وظهرك مش محمي، اكيد الثقه هيدي بتخسرها. طيب محمود نفس الشيء بدي اسالك عن العمود الفقري تبع الفريقين. نحن بنعرف بالفوتبول انه اذا انت عندك حارس مرمى تقيل مثل ما قال كابتن عباس، عندك قلب دفاع خبرة، عندك صانع العاب بنص الملعب ومهاجم قوي او حدا خلف المهاجمين، فانت عامل عمود فقري قوي. منتخب الارجنتين عم نحكي عن مارتينيز، عم نحكي عن اوتاماندي، عن ديبول، عن ميسي. بنفس الوقت إذا بنحكي عن كرواتيا، ليفاكوفيتش بخط الدفاع عندنا لوفرين اللي كان ليفربول وهلأ عم يلعب بعتقد روسيا إذا مش غلطان، بنص الملعب مودريتش وبالهجوم بيريسيتش، يعني كمان عندهم عمود فقري قوي. يعني عم نشوف اليوم قوتين إلى حد ما في توازن. في توازن. لنحسم أنا برأيي هذا الجدل فينا نسأل سؤال لأنفسنا ومن خلاله ممكن بيجي الجواب. إذا هلأ فرضنا شلنا ليونيل ميسي من تشكيلة الأرجنتين، كيف الحديث بيكون الليلة؟ مختلف تماما طبعا، كون انتهى الموضوع. يعني العمود الفقري حاليا للمنتخب الأرجنتيني هو ميسي شئنا أم أبينا. صحيح. لأنه هو الحل. بس نفس الشيء مودريتش ومحمود. هو الاعتماد، لأنه بالجهة الثانية عند كرواتيا هون النقطة أنه عندهم خط وسط قوي، عندهم مودريتش، بس بالارجنتين ما في خط وسط بيشبه خط وسط المنتخب الكرواتي. انا ما بدي اتفق معك، انا بدي انا مو بوافق. ميسي اوكي، هو ميسي هو هو الحاسم، ما بقول هو الحاسم، ميسي هو اللي هذا اللي بيفقده المنتخب الكرواتي، ولكن في لاعبين مع الارجنتين عم يقدموا، مجموعه عم بتقاتل، مجموعه عندهم حارس مرمى جيد، حتى المدافعين ونص الملعب عم يلعبوا بطريقه جيده، هذا المجموعه كلها عم تصب وين؟ عند الحاسم. يلي هي اللمسه، هي اللمسه الاخيره من ميسي. بعدنا عم نحكي العلاقه ما بين ميسي وما بين اللاعبين. نحن عم نقول اذا شلنا ميسي ما شلنا مارتينيز، اذا شلنا ميسي من تشكيله الارجنتين كل شيء بيختلف بالسير. صرنا بنقول انه ممكن منتخب الكرواتي بيضعف اذا أكيد. اذا مش 50% اكثر. والدليل على هذا الكلام، ما بدي أقارن كل المباريات يلي قدروا يربحوها الارجنتين هو ميسي كان حاسم يا صانع يا مسجل، يعني هو كان السبب الرئيسي. هذا ما حدا بيختلف، هذا شيء طبيعي، بس بدنا نعطي كمان حق كل لعيب وحق كل مجموعه وحق المدربي. نحن ما عم نحكي، انت بدك تحكي بميسي بدك تشيله من مجموعه المقارنه. في مثل تاكيد لكلامك، بمباراه الارجنتين وهولندا بالشوط الثاني سيطروا الارجنتين تماما، ميسي كان موجود من اول المباراه. صحيح. شو العنصر المؤثر جدا 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 اللي سمح للارجنتين تسيطر على الوقت الاضافي الاول والثاني وخصوصا الثاني وتهدد مرمى هولندا؟ اللياقه البدنيه العاليه للفريق والروح العاليه، وجود ديماريا. صحيح. يعني دم جديد بالفريق. حسن، فينا نحن نروح نقول بدناش نضلنا نحمل بس انه الارجنتين ميسي. ميسي هو مزبوط. انتبه، ميسي شيء خارج عن الحسابات، خارج عن التقييم، خارج، بس ولكن معه مجموعه عم تساعده،
معه مجموعه عم تشتغل. اكيد اكيد نحن ما عم نلغي دور هلا المجموعه. شيل أكيد. شيل ميسي على جنب، هذا اللي عم بحكي، شيل ميسي على جنب. انا معك الارجنتين ممكن ما كان وصلوا لهون، فريق عادي، بس ولكن كمان بنفس الوقت ما عم قارن. انا ضد المقارنه بين اي لاعب. شيل مودريتش ممكن كمان الكروات ما يوصلوا لهون، اكيد صحيح، خلينا نكون صحيح. بس ولكن مودريتش مش لحاله عم يلعب، وميسي مش لحاله عم يلعب. اللي انت حكيته عن مودريتش وانت شفت على الارض، لا لا لا، سفنجي اللي بتمتص كل شيء، بس يحسوا حالهم الكروات ما قادرين يطلعوا الطابه، بتلاقي واحد سقط بلمستين ثلاثه بهدوء بخبره بصبر بثقه عاليه بيطلع الارجنتين، بيطلع الفريق الكروات. وهذا الشيء اللي عم نحكي انه ممكن يسبب مشكله. انا عندهم ضعف الكروات براس الحربه، عندهم رقم 9 منه رقم عالي، ولكن الفريق ممكن بأي وقت يسجل. شوف انت ليتسجل فيك جول من البرازيل بالاكسترا تايم الاول وترجع للمباراة تعادل البرازيل، يعني انت عندك مش سهل. انت فريق مش سهل، منه فريق سهل هيدا. بس خلينا نحكي وبرجع بقلك، انت كنت على الارض يا كابتن عباس، هل نجاح كرواتيا بمعادلة النتيجة بالدقيقة 117، ما بدنا نقلل من قيمتهم الجماعة، قيمتهم عالية بدليل نتائجهم آخر من 98 لليوم، ولكن هل ارتكب الفريق البرازيلي المنتخب ومدربه أخطاء بالوقت الإضافي بعد هدف نيمار ساعدت كرواتيا أن تعمل هجمات مرتدة ناجحة وتسجل؟ ليك حسن، أنا كنت بالملعب بعد 1-0 طابتين، وحده ضربه ركنيه وحده فاول، الفريق البرازيلي كان فيه يلعب هول الطابتين بطريقه عاديه، ولكن هون صار فيه شويه استهتار، هيدا ما حدا انتبه له، بعتقد نيمار صار بده يرفع الطابه. ما في فريق بالعالم بيكون ربحان 1-0 بالاكسترا تايم وبياكل جول كونتر اتاك. مزبوط، ما في فريق بالعالم في عنده مدرب أبضاي، مدرب شخصيته قوية. أكيد أنا مني بموقع قيم ولكن هذا اللي شفته. صح. أنا فريق عم بلعب دور 16 أو دور 8 ضد منتخب كرواتي وصلت معي وصلني للإكسترا تايم، بقدر سجل من هدف رائع جدا جدا، الجول تبع منتخب البرازيل بيأكل برجع بيتسجل فيني هدف كونتر أتاك. هون بتعرف أنت تنظيم الفريق والمجموعة، يعني هون هيدي هي نقطة ضعف البرازيلية، كان المجموعة عنده اللاعبين. أنا بفصل لك كل واحد منيا بدهم مدرب أفضل، أنا هذا رأيي. فهون المنتخب الكرواتي، المنتخب الكرواتي لو فريق تاني كان هبط، كان هبط وممكن كان يسجل فيه جول واثنين. يمكن هيدي الميزة اللي بيتفقوا عليها أو بيشبهوا بعضهم فيها محمود، الكروات والأرجنتينية. يعني الكروات تلقوا هدف مع البرازيل كفوا، مثل ما قال كابتن عباس في صبر كأنه ما في شيء، صح، ضلوا يحاولوا. حسن، سيناريو اللي صار مع البرازيل صار مع الأرجنتين بنفس الليلة، هذا اللي بدي أقول لك إياه. ولكن الأرجنتينية ضلوا عم يلعبوا مجموعة وضلوا محافظين، تبع بعد الجول هدف 2-2 أي فريق بينهار، سيناريو أصعب على فكرة. ما راحوا هاجموا وفتحوا ورا ليسجل فيهم هداف، حافظوا على 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 دفاعهم، على على منطقتهم. بهيدا التحول لما حافظوا هولندا صاروا يفكروا بضربات الترجيح، رجعوا لورا صار عندهم فرص المنتخب الارجنتيني، ومثل ما شفنا وكانوا هم بالاشواط الاضافيه فرص محققه للتنفيذ. فهون انت بتختلف العقليه، بتختلف شو الافكار تعول المدرب، شو المدرب هو عنده افكار. هو هذا الارجنتين هذا اللي عم يتفضل فيه، هو نقطه التحول. يعني اذا شفنا المنتخب الهولندي بعد ال 2-1 تحول الفريق، صار هو مسيطر باخر ربع ساعه من المباراه. طب لما خلص الاشواط الاساسيه ورحنا على الاشواط الاضافيه تحولت المباراه، رجع الارجنتين، هذا شغل مدرب. صح، هون بدي اقول شغله محمود، انه اذا بنراجع النتائج بالدور الاول بنلاحظ انه نتائج كرواتيا كانت عاديه جدا. المنتخب الكرواتي باول ماتش تعادل مع المغرب بدون اهداف، تعادل مع بلجيكا، تعادل مع بلجيكا وربحوا على كندا 4-1 بماتش كانوا الكنديين لازم يربحوا 4-1 على فكرة. رجعوا ربحوا على اليابان بركلات ترجيح 1-1، رجعوا ربحوا على البرازيل بركلات ترجيح بعد 1-1. هون اللي بدي احكي انا انه هيدا منتخب عمل هالنتائج، خليني اقول الى حد ما سلبية،
بس بعده عنده الصبر والإرادة وماشي ومكفي وعلى مهله مثل ما قال كابتن عباس مثل الصلح فيه. بدي أقول أنه قد يتشابه، بالعكس الأرجنتين بتزيد عليهم النكسة اللي تلقتها الأرجنتين قدام السعودية تحديدا ميسي نفسيا. صح، هذه صدمة إيجابية قدروا يطلعوا منها، صدمة إيجابية تسجل صدمة صراحة. إيجابية هون تعرف أنت قديش كان عليهم ضغط بالمباراة الثانية، قديش المدرب استوعب هاي الخسارة، طلع هاللاعبين يلي هن أكيد اللاعبين كلهم كبار، بس ولكن بالنهاية هن عندهم إحساس وعندهم هيدا الضغط، عاشوا هيدا الضغط. صحيح. ممكن يطلعوا برا من الدور الأول يعني، ولكن طلعوا من هيدا الضغط، طلعوا من هاي المباراة. هاي المباراة كان درس إيجابي للمنتخب الأرجنتيني ليوصل لهون، وحتى مش بس ليوصل لهون، مستوى الأرجنتين صار عم يطلع من مباراة لمباراة لمباراة لمباراة. طبعا لأنه الفريق بشكل عام واللاعبين نفسية بتأثروا فيها يعني. وهون بعتقد أنا اليوم الليلة المنتخب الأرجنتيني رح نشوفه بأول 30 دقيقة من المباراة بده يحاول يسجل بأي وسيلة من الوسائل، لأنه هو بيعرف كتير منيح. أكيد أكيد مفروض يطلع كل شيء عند كرواتيا هو بالشوط الأول على الأقل. مزبوط، يخليه يخرج المنتخب الكرواتي إذا كان متأخر يعني إذا تقدم الأرجنتين بأول 10 دقائق ربع ساعة تختلف المباراة، تختلف كليا. كرواتيا ما بدها هيك، كرواتيا بدها تجر الأرجنتين على الأقل لشوط أول تعادل سلبي، والضغط بيكبر على المنتخب الأرجنتيني بالشوط الثاني. وهون منفوت بتفصيل أنه المدرب بيلعب أول 10 دقائق بالشوط الثاني، بيرجع بمرق 10 دقائق الثانيين وبيخذ له مطرح هن ما حابين يروحوا. كابتن عباس وقتنا تقريبا قرب يخلص، بدي أسألك عن هيك تفصيل صغير، قديش بتحس مدرب الأرجنتين سكالوني جريء بمطرح معين؟ يعني هو لعبوا لوتارو مارتينيز هداف الانتر ميلان، دخل كاس العالم بطريقه سيئه مع انه هو لاعب هداف ومن انصاف الفرص بسجل، ما توفق ماتش 2-3، حطوا بلائحه الخمسه اللي بدهم يسددوا ركلات الترجيح ضد هولندا. قديش عنده ثقه وقديش اعطاه ثقه وقديش كان قد الثقه انه سجل ركله الترجيح يلي فوتت الأرجنتين حقيقي، وبالتالي قدر سكالوني يرجع لوتارو مارتينيز اليوم لثقته بنفسه ليستفيد منه بالمباراة اليوم. ليك حسب موضوع ركلات الجزاء يلي شفناها مثل ما الكل شاف، كتير لاعبين المدربين بيدخلوهم وبيضيعوا. صح، يعني كتير صارت وصارت بكأس العالم. فلوتارو مارتينيز انت مثل ما بتعرف وبلش أساسي ببداية المباراة، أكيد ببداية المباريات كان أساسي، ولكن لقى المدرب انه ألفاريز احسن كان دخل بمباراة سجل. هون بتعرف قديش المدرب ماخذ دوره، ما في احدا احسن من حدا ما عم يلعب على الاسم يعني، ما بقى في مصلحه لانه ألفاريز جديد ومبتدئ وبينما مش مبتدئ. ما تنسى ألفاريز عمره 19 او 20 سنه. ألفاريز بالمناسبه في عنده مهمات دفاعيه، لانه ميسي بوقت من الفترات ميسي عم بيكون قريت عنه لألفاريز شو قال. لا ألفاريز مشاهدينا الصغير بالعمر من كان عمره 6 سنين حضرتها هيدي انه كان عمره 6 سنين نعمل كان حلمه يلعب بكأس كان مبتدئ عالم. كان حلمه يلعب بكأس العالم مع ميسي ويسجل ويروح يعبط ميسي. انا مثل ألفاريز تقريبا، انا كان حلمي من 6 سنين 7 سنين انه احضر كأس العالم، شيء بدون ما تجاوبني مزبوط معي حق. فهو دور له دور ألفاريز، هيدا الدور المدرب شافه فيه أكتر من لوتارو يعني. هون المدرب هلا صار عنده خيارات، هلا هول التفاصيل اللي عم بحكيك فيهم العالم يمكن ما بتشوفهم وما بتنتبه لهم. برجع بقول لك ميسي عافيينه بعض الاوقات من الادوار الدفاعيه ليكسبوه هجوميا، ومثل ما بتعرف ميسي باي فرصه ممكن يوصلك على الجول او يسجل هدف. فالمدرب طالب من هذا اللاعب يقوم بادوار دفاعيه، واكيد هو بهذا العمر قادر يقوم بهذه الادوار أكيد هجوميا ودفاعيا. باقي معنا دقيقه، شو رايك شو توقعاتك هلا خلص وصلنا توقع، شو توقعاتك للمباراه والسيناريو بنص دقيقه لو سمحت؟ يعني أرجنتين فرنسا المتوقع، بس أنا عندي هيك ما بعرف اليوم اللي بيربح وبيخد كأس العالم. اليوم اللي بيربح وبيخد كأس العالم إذا ربحت الأرجنتين بتربح فرنسا. أنا هيدا ما بع... أنا مش عم أقول لك إنه هيدا رأي يعني، كل واحد عنده رأي. حلو بالعكس عندي رأي. وسيناريو الليلة هجوم مقابل دفاع؟ لا ممكن ما يكون هيك، ممكن ما يكون هيك، لأنه قال كلمة هو إنه الأرجنتينية عندهم مشكلة بالأظهرة ورا. ممكن يكون
ممكن هدف يغير كل المباراة. أنا أتوقع الأرجنتين والمغرب على النهائي. عاطفيا ولا هيدي على فكرة، هيدي على فكرة مشكلة بالتوقعات، يعني مش كل حدا بيتوقع مثلا صح معناتها هو هو كأس العالم أو العكس تماما. حسن في مفاجآت أنا أتوقع هيك بس، ولكن إذا بدك توصل الأرجنتين والمغرب على النهائي مش عاطفيا، مع العلم يعني المنتخب المغربي منتخب عربي، وهون محكيين يمكن حكي كابتن عباس عن الموضوع، كل لاعبينه 24 من 26 24 من 26 باوروبا، يعني عم نحكي عن عقلية اوروبية، ما عم نحكي عن عقلية عربية. 50-50 ليك لوين؟ 50-50 بدي اقول هون شغلي مشاهدينا قبل ما اختم، قوة فرنسا بالجناحين وقوة المغرب بالظهيرين، وقوة المغرب انه مبابي بيلو اشرف حكيمي صديقه. حسن بس بدي اقول لك شيء، بدي الفت نظرك شيء، ان شاء الله الاصابات ما ياثروا على المنتخب المغربي، بس الاصابات ممكن ياثروا عليهم غير هيك. بس بعنوان مباراه، بعنوان مباراه زي ما نحكي، لنحن كمشاهدين بنحب نحضر ارجنتين فرنسا بالنهائي. انا لا صراحه كعنوان مباراة حابب المغرب، حابب المغرب نجوم. والله انا مثلك بحب الارجنتين المغرب، بس انا عم بقول لك اتوقع المغرب الارجنتين الى النهائي ان شاء الله. انا شكرا الله. محمود طرحيني، شكرا عباس عطوي، اغنيته الحلقه اليوم. ايضا الشكر موصول للاعلامي الكبير المعلق المصري اشرف محمود، كان معنا من القاهره، والشكر كمان للمعلومات القيمه اللي زودنا فيها زميلنا ابراهيم وهبي من الدوحه. لقائنا الثاني عن كاس العالم بكره الساعه 3 ايضا بهنا بيروت، حتى نحكي عن مباراه مهمة أيضا نصف النهائي الثاني بين فرنسا والمغرب، وطبعا كلنا رح نتابع الليلة القمة المرتقبة بين الأرجنتين وكرواتيا. إلى اللقاء.